طبيب خرج من غرفة العمليات وهو يبكي بشدة، وعندما عرفوا السبب كانت المفاجأة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو، لا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. دخل جراح إلى المستشفى بعد أن تم استدعاؤه على عجل لإجراء عملية فورية لأحد المرضى. لبى النداء بأسرع ما يمكن وحضر إلى المستشفى وبدل ثيابه واغتسل استعدادا لإجراء العملية. وقبل أن يدخل إلى غرفة العمليات، وجد أبا المريض يذرع الممر جيئة وذهابا وعلامات الغضب بادية على وجهه. وما إن رأى الطبيب حتى صرخ في وجهه قائلا: على ما كل هذا التأخير يا دكتور؟ ألا تدرك بأن حياة ابني في خطر؟ أليس لديك أي إحساس بالمسؤولية؟ ابتسم الطبيب برفق وقال: أنا آسف يا أخي، لم أكن في المستشفى وقد حضرت حالما تلقيت النداء بأسرع ما يمكنني، والآن أرجو أن تهدأ وتدعني أقوم بعملي، وكن على ثقة بالله بأن ابنك سيكون في رعايته وبين أيد أمينة. لم تهدأ ثورة الأب وقال للطبيب: أهدأ؟ ما أبردك يا أخي، لو كانت حياة ابنك على المحك هل كنت لتهدأ؟ سامحك الله، ماذا لو مات ولدك؟ ماذا ستفعل؟ ابتسم الطبيب وقال: أقول قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي الطيب، لا يطيل عمرا ولا يقصرها، والأعمار بيد الله تعالى، ونحن سنبذل كل جهدنا لإنقاذه، ولكن الوضع خطير جدا، وإن حصل شيء فيجب أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثق بالله واذهب إلى مصلى المستشفى وصلي وادع الله أن ينجي ابنك. هز الأب كتفه ساخرا وقال: ما أسهل الموعظة عندما تمس شخصا آخر. دخل الطبيب إلى غرفة العمليات واستغرقت العملية عدة ساعات. بعدها خرج الطبيب على عجل وقال للوالد: أبشر يا أخي، فقد نجحت العملية تماما والحمد لله، سيكون ابنك بخير، والآن اعذرني فيجب أن أسرع بالذهاب، وستشرح لك الممرضة الحالة بالتفاصيل. حاول الأب أن يوجه للطبيب بعض الأسئلة ولكنه انصرف على عجل. انتظر الأب دقائق حتى خرج ابنه من غرفة العمليات ومعه الممرضة، فقال لها الأب: ما بال ذلك الطبيب المغرور، لم ينتظر دقائق حتى أسأله عن تفاصيل حالة ابني. فجأة بدأت الممرضة بالبكاء وقالت له: لقد توفي ابن الدكتور أمس إثر حادثة، وقد كان يستعد لمراسيم الدفن عندما اتصلنا به، لأن ليس لدينا جراح غيره، وها هو قد ذهب مسرعا للدفن وترك حزنه على ابنه كي ينقذ حياة ابنك أنت. كم من شخص من حولنا يتألم كألم هذا الدكتور ولكنه لا يتكلم، ونحن أبعد ما نكون عن تقدير الآخرين ومسامحتهم. وكم من مصائب ومشاكل تحصل بسبب تسرعنا وحكمنا على المواقف. وفي الحقيقة الصورة غالبا ما تكون ضبابية في أعيننا. اعطي لنفسك الفرصة لتسامح الآخرين، ومساحة لحسن الظن بالناس لتعذر وتقدر. فنسأل الله أن يفرج عن كل القلوب التي تتألم ولا تتكلم. وفي الأخير لا تنسى دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم.